السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. هل يجوز يا شيخنا للمرأة أنها تخرج زكاة الفطرة عنها وعن زوجها وعن أولادها بالعلم أن الزوج موجود؟ يجوز المشكلة زوجة طيبة ومعها قروش، قالت يا زوجي يا حبيبي سأخرج عنك الزكاة، لكن هل هذا يعني أفضل لها أم الأفضل أن تنفق مالها فيما هو أفضل لها؟ فيقول صدقتها على الفقراء أولى من صدقتها على الزوج إذا كان ثريا. فهمتي؟ جزاك الله كل خير. وإياكم.